وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس معالم التربية الأهلية. درسنا اليوم بسيط جدا ومهم جدا في نفس الوقت. درسنا بيتكلم عن هيئة الأمم المتحدة. كلنا نسمع عن اجتماعات لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات التابعة لها. اليوم إن شاء الله نتعرف على كيفية نشأة هيئة الأمم المتحدة والدول الأعضاء وأهم الأجهزة التابعة لها، تمام، ونتعرف أيضا على أهداف هذه الهيئة. في البداية شباب، معنى كلمة هيئة هي عبارة عن منظمة أو جماعة من الناس لهم هدف أو عمل معين في مجال ما. طيب، هيئة الأمم المتحدة متى نشأت ومن صاحب فكرة نشأتها؟ أولا بنقول جاءت فكرة نشأة هيئة الأمم المتحدة من خلال تصريح لممثلي ثلاثة دول، ممثلي كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد السوفيتي، والكلام دوت كان في عام 1943، يعني قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية. وتم التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة، تمام، في شهر أكتوبر في عام 1945 في مدينة سان فرانسيسكو، عندما اجتمع ممثلي ل 51 دولة من دول العالم المختلفة في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية. وكانت المملكة العربية السعودية أحباب من ضمن الدول الموقعة على الميثاق، وكان نائبا عن الملك عبد العزيز في أثناء التوقيع على الميثاق الأمير فيصل. طيب، أهداف هيئة الأمم المتحدة. لهيئة الأمم المتحدة العديد من الأهداف، من ضمنها حفظ السلام والأمن الدوليين، تنمية العلاقات الودية بين الدول، تحقيق التعاون الدولي أو الدولي. لهيئة الأمم المتحدة 6 أجهزة، منها 5 في نيويورك وجهاز في مدينة لاهاي بهولندا. طيب، الجهاز الذي يوجد في مدينة لاهاي بهولندا هو محكمة العدل الدولية. طيب، أجهزة الأمم المتحدة نأخذها كده مع بعض. رقم 1، الجمعية العامة. جميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة هي عضو في الجمعية العامة، وكل دولة تتمتع بصوت في هيئة الأمم المتحدة وفي عضوية الجمعية العامة. طيب، ومهمة الجمعية العامة الموافقة على انضمام دول جديدة في هيئة الأمم المتحدة أو التصويت على اتخاذ القرارات وغيرها. طيب، الجهاز الآخر هو مجلس الأمن. مجلس الأمن يا أحباب هو المسؤول عن حفظ الأمن والسلام الدوليين، وهناك 15 دولة عضو في مجلس الأمن، منهم 5 دول دائمة العضوية و10 غير دائمين العضوية. وقرارات مجلس الأمن ملزمة لجميع الدول، يعني أي قرار يطلعه مجلس الأمن أو يقوم بإصداره لابد أن تنفذه جميع الدول الأعضاء. عدد أعضائه 15 عضو. عندنا أيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يهتم بتنسيق الأعمال الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة. عندنا أيضا مجلس الوصاية. مجلس الوصاية دوت يا أحباب مهمته الإشراف على 11 إقليم، تمام، مشمول بالوصاية الدولية التي تشرف عليه 7 دول من الدول الأعضاء، ويهتم بإعداد هذه الأقاليم لتكون مستقبلا دولا مستقلة أو تتمتع بحكم ذاتي. الجهاز الخامس اللي بعد ذلك محكمة العدل الدولية، وقلنا ده هو الجهاز القضائي لهيئة الأمم المتحدة، ويوجد في مدينة لاهاي بهولندا. تسمى أيضا محكمة العدل الدولية بالمحكمة العالمية، مهمتها الفصل في المنازعات بين الدول الأعضاء. طيب، اللجوء إلى محكمة العدل الدولية اختياري، ولكن من يلجأ إليها لابد أن يلتزم بقراراتها. طيب، رقم 6، عندنا الأمانة العامة. طبعا بيرأس هيئة الأمم المتحدة أمين عام، مهمته وضع السياسات والخطوط العريضة لهيئة الأمم المتحدة، وبنقول تهتم الأمانة العامة هذه بالأعمال الفنية والإدارية. طيب، عدد الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة 193 عضو، والمملكة العربية السعودية طبعا من ضمن الدول المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة. يبقى درسنا اليوم كان بيتكلم عن هيئة الأمم المتحدة، تتكون من 6 أجهزة، 5 منها في مدينة نيويورك وجهاز واحد في مدينة لاهاي بهولندا. عدد أعضائها 193 عضو، تمام، المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة. طيب، الدرس الأخير اللي عندنا في المقرر درس بسيط جدا، بيتكلم عن مجموعة 20 التجارية،
تمام. مجموعة العشرين التجارية أحباب هذه اللي هي G20 نشأت في عام 1999 تمام، وكان هذا نتيجة للأزمات المالية التي تعرض لها العالم، فقررت المجموعة الدول الثمانية الكبرى في العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، روسيا، المملكة المتحدة البريطانية، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، كندا، اللي هي توسع عدد الدول المنضمة لهذه المجموعة، فكونوا مجموعة من 20 دولة، فضموا المملكة العربية السعودية إليها، وكان اختيار المملكة من ضمن مجموعة 20 دليل على مكانة المملكة العربية السعودية الاقتصادية على الساحة الدولية والعالمية. طيب، هدف مجموعة 20 ألق دعم المناقشات في قضايا الاقتصاد العالمي، تقوية الهيكل المالي العالمي، أيضا تدعيم حركة النمو والتطور، التقليل من آثار الأزمات الدولية على مستوى العالم. طيب، بعد ذلك إيه هي الإنجازات التي تمت في أو التي قام بها مجموعة 20؟ ألق التصدي لتمويل الإرهاب، تمام، رفع مستوى الشفافية بين الدول الأعضاء، حققت تمام إنجازات كبيرة جدا على مستوى العالم خاصة في سياسات النمو الاقتصادي. رئاسة مجموعة 20 يا شباب ليس هناك رئيسا لها، بل بيتم اختيار رئيس المجموعة لاستضافة اللقاء السنوي الرئيسي بين الدول الأعضاء المختلفة. طيب، وطبعا زي ما احنا عارفين ان في 2020 في هذا العام استضافة المملكة العربية السعودية لقاء واجتماع لمجموعة 20، ونظرا للوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا كان الاجتماع تمام اجتماع افتراضي عن طريق الانترنت، فكانت المملكة العربية السعودية هي الدولة المستضيفة لمجموعة 20. طيب، مجموعة 20 يا أحباب مجموعة قوية جدا اقتصاديا، فهي تمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام، وتسيطر على 80% من التجارة العالمية. طيب، اللي نستفاد منه من درس مجموعة 20 إنها تأسست في عام 1999، تتألف من 20 دولة، العشرين دولة هدولة تمام منهم دولة عربية واحدة وهي المملكة العربية السعودية، تتحكم مجموعة 20 في 80% من التجارة العالمية، وتمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام. مجموعة 20 الرئاسة فيها ليست ثابت على أحد، ولكن بيتم اختيار رئيس لمجموعة 20 لاستضافة اللقاء السنوي. طيب، المملكة العربية السعودية كانت هي المستضيفة لقمة مجموعة 20 في عام 2020 في الرياض. تمام يا أحباب، وبكده نكون انتهينا من شرح المقرر، وأتمنى لكم عاما سعيدا والتوفيق لجميع طلابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.